يا هلا وحياكم الله، كيفكم؟ عساكم طيبين يا رب. مستمرين معكم في الوصفات، وأتمنى إن الوصفات اللي فاتت كلها عجبتكم، واليوم عندنا وصفة جديدة وبإذن الله راح تعجبكم. وصفتنا اليوم منعشة ولذيذة ونفس الوقت مغذية. اللي يعانون من النحافة اليوم وصفتنا راح تفيدكم. طبعا وصفتنا اليوم عبارة عن مشروب، بس مشروب مغذي في نفس الوقت لذيذ، مشروب العرايسي. أكيد سمعتوا فيه، ممكن قد جربتوه وممكن قد طبقتوه، لكن أنا اليوم جايبة لكم الوصفة الأساسية. طبعا مشروب العرايسي، بالنسبة للمقادير عندنا مقادير العصير وعندنا الزينة. بالنسبة للعصير نحتاج كوبين مانجا، مانجا طبيعي، أنا غير مثلج لذلك أضفت معاه كوب من الثلج. إذا المانجا اللي عندك مثلج خلاص اكتفي فيه، أنا أضفت معاه كوب من الثلج لأنه مكسرة. وأيضا عندي 5 حبات تمر، هذه مكونات العصير. خلاص بالنسبة للتزيين راح نحتاج فول سوداني، لوز، بسكوت مطحون، عندي هنا تفاح مقطع صغير، ونحتاج الزبيب. هنا عندي فستق مكسرات كذا. خلاص في الخلاط نضيف المانجا والثلج، ونضيف الحليب، تمام، خلاص الآن نخلطهم حتى يصير معانا ثقيل. صورت سنابة بس ما أدري هو الصوت واضح عندكم أو لا. قلنا بالنسبة للتزيين في القاع هم الأصل يحطون عصير فينتو المركز، أنا حطيت فراولة عادي، ممكن تحطين فينتو. حطيت طبقة من العصير، طبقة من الفستق، وطبقة من الفول السوداني. خلاص كذا العصير جاهز، الآن نزين الصبح. طبعا نضيف تفاح، نضيف الزبيب، خلاص كذا زينا العصير. شوفوا كيف، آخر شيء نضيف شوية من عصير الفراولة أو من عصير الفينتو. كذا سوينا عصير عرايسي، شوفوا كيف، عصير مغذي ولذيذ في هذه الأجواء مناسب. أتمنى تكون عجبتكم وصفتنا اليوم، طبقوها وبالعافية.